اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج قد فتيا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإنسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا. فانت إذ فينا أخا الوهن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يالفنا. ولنا المعنى وخيف منا فاعلم هذا وكن وكني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب. وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. كم إمام بعده خلفوا منه سادات وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج.
عنفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابنه الباقي بخير والي والإمام الصادق الحافل يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى توريهم أمان الأرض فذكري شبهوا بالأنجم زوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم والسفين للنجات إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.
وصحبه.